صباح الخير مشاهدينا مشاهدي برنامج ساعة رزق وقناة الـ HBC، أهلا وسهلا بيكم من جديد. وبنستكمل فقرتنا النهاردة. فقرتنا النهاردة في برنامجنا هي فقرتنا إن أنا يسعدني إن أنا أستضيف ضيفة خبيرة متميزة في مجالها وكرست حياتها لمساعدة الأطفال على تحسين قدراتهم التواصلية واللغوية، وخصوصا اللي هم بيعانوا من صعوبات في النطق والتخاطب. تعالوا معايا نرحب بضيفتي وضيفتكم الأستاذة شيماء سامي عبد الفتاح، أخصائي تخاطب وصعوبات التعلم وتعديل السلوك والتوحد والتأخر. أهلا وسهلا بحضرتك، إزاي حضرتك يا أستاذة شيماء؟ أهلا بيكي يا أجمل مرام. أهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك منورانا النهارده في حبيبتي. نورك يا روحي. سعيدة بوجود حضرتك ومتشرفة بوجود حضرتك. أنا أسعد يا مرام وسعيدة جدا بيكي، وأنت بالنسبة لي أصلا تحدي. ميرسي يا أستاذة شيماء، ربنا يخليكي. في البداية عرفينا بنفسك. أستاذة شيماء، حابة أقول للسادة المشاهدين إن الأستاذة شيماء لقبت بلقب ملكة العمل. احنا عايزين نعرف حضرتك بقى، وعايزين نعرف ليه حضرتك لقبتي باللقب ده. اهلا بيك يا مرام. انا شيماء سامي عبد الفتاح، مدرب معتمد من جامعه عين شمس ومن هلب الشرق الاوسط. لقبت بملكه العملي دوت من حوالي 7 أو 8 سنين من جامعه عين شمس. وقتها كنت بدات انزل محاضرات تدريب للمتدربين وللطلبة، وقلبت خالص قصة ان احنا ننقل من ورق، او احنا نقرأ في ورق، او احنا نبص على بروجيكتور او الداتا شوب بشكل عام. وقلبت الموضوع وكأنه جلسة خاصة للمتدربين بشكل عملي. فطلعت بنت قالت لي الله انا حابة قوي المحاضرة النهاردة وكأنها عملي. بعدها قعدوا يقولوا احنا عايزين ملكة العمل هي اللي تدينا المحاضرات، ولقبت وقد كان بملكة العمل. ده لقب جميل، وحضرتك فعلا تستحقي يا استاذة. انت اجمل يا روح. طيب عايزين نعرف من حضرتك ايه الفرق ما بين تأخر النمو اللغوي واضطرابات النطق. طيب يا مرام، انت عايز تعرفي الفرق ما بين التأخر اللغوي واضطرابات النطق. التأخر اللغوي، علشان نعرف اصلا ان هو تأخر لغوي لازم نعرف يعني ايه لغة. اللغة دي مجموعة الرموز والقواعد المتعارف عليها بين الناس علشان يتبادلوا اللغة ما بينهم وبين بعض. علشان الطفل أعرف إنه متأخر لغويا، سن اكتمال اللغة عندي أصلا هو من 5 لـ6 سنوات، يبقى اللغة اكتملت عنده. يعني إيه اكتملت؟ يعني التطور بتاعها كان طبيعي، بيقدر يستخدم القواعد بتاعتها، يعرف يحط حروف الجر، حروف العطف، يعرف المثنى المذكر، ومهارات ما قبل الأكاديمي. ده من هو طفل بقى؟ من هو طفل صغير، من أول سن سنة، أو من أول سن 4 شهور لحد سن 5 أو 6 سنين. قبل كده بيبتدي بقى الطفل طبعا يسند راسه، ويبتدي يحبي، يبتدي يستقبل كل المثيرات اللي حواليه ويبتدي يخزنها، وتبقى ديت اللغة الاستقبالية عنده اللي هو فهمنا. تمام. بعد كده بتبتدي بقى تتطور اللغة ديت عبر الـ5 سنوات أو الـ6 سنوات الأولى. لو الطفل ما نمتش عنده اللغة في الفترة ديت نقدر نقول عليه تأخر لغوي. أما اضطرابات النطق يا مرام فهي عبارة عن أن الطفل عنده بالفعل لغة، ولكن عنده بعض اللسغات، بعض الإبدال، بعض التشويه وهكذا. تمام. بما أني كنت بسأل حضرتك على عمر قد إيه في حروف الجر والعطف، طب عايزين نعرف بقى الطبيعي، الطفل الطبيعي بيبدأ ينطق أول كلماته في عمر قد إيه بالظبط؟ هقولها لك بقى وعايزاك تحفظيها، اتفقنا؟ ماشي. طيب. في سن الـ4 شهور للـ8 شهور بتبقى عندي المناغاه اللي هو ببه دد اغ وهكذا. اول كلمه بينطقها الطفل من عمر عام، سن سنه ونص بيبتدي يقول حوالي 25 كلمه واضحه، سن سنتين بيبتدي يقول حوالي من 25 ل 50 كلمه واضحه مع جمل بسيطه، بابا، جه، ماما، امبو وهكذا، كلمات خفيفه او جمل خفيفه مكونه من اسم وفعل او من اسم وصفه زي كلب هو وهكذا. طيب هل ده انا يعني دوت انا سمعته يعني كتير قوي، كنت بشوف اطفال عندهم سنه ما يعرفوش يقولوا الكلمه كلها على بعضها، يعني بيقولوا جزء منها وما يعرفوش، هل ده بالتعود بقى بالتدريب؟ دوت بقى لما بزود عنده المثيرات البيئيه، ببتدي اتكلم معاه، امنع التلفزيون تماما،
امنع التلفزيون والتليفون، التكنولوجيا عامه بنمنعها علشان تزداد عنده التقليد الصوتي واللفظي للحركات وللكلام من الام من اصحابه وهكذا. فيبتدي يقول الكلمه الاولى، ولو الكلمه الاولى مش مظبوطه زي ما انت بتسمعيها يا مرام ببتدي اظبطها له. يعني لو بيقول مثلا اشه اقول له اشرب، وابتدي ازود عنده التمييز السمعي عشان يقول الكلمه مظبوطه وتسمعيها صح. تمام. طيب امتى بقى يا استاذه شيماء نبدا ان احنا نستشير متخصص لو حسينا بتاخر بقى في النطق؟ السؤال ده قمر مهم جدا 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 جدا. حضرتك انت جميله والله. انت حبيبتي السؤال ده فعلا مهم جدا وبنتساله كتير جدا جدا سواء في الجلسات او في السوشيال ميديا او في اللقاءات التلفزيونيه. امتى استشير طبيب لو اتاخرت الكلمه الاولى عن السنه الاولى؟ بمعنى ابني تم سنه وما نطقش الكلمه الاولى ولا بابا ولا ماما ولا اي حاجه. احنا قلنا يا مرام ان في سن سنه ننطق حوالي 5 كلمات واضحين، بابا ماما امبو هات لا. طيب ما نطقش دوت ابتدي اقلق، استنى بس لحد سن سنه ونص، لو دوت ما ظهرش ابتدي على طول استشير متخصص لسنه ونص حتى لو هيديني ارشاد او هناخد جلسات او هيقول لي يختلط باطفال في حضانه. تمام. طيب بعض الاطفال في سن الطفوله بيكون عندهم حروف كتير قوي غلط. طيب عايزين نعرف بقى من حضرتك ايه اشهر الحروف دي؟ وهل هل بتفضل لغايه سن معين غلط ولا بعد كده تبدا تتظبط بقى؟ وفي تمام. حالات بقى لازم برضو نستشير متخصص. تمام. طالما انا موجوده استشير متخصص على طول يا مرام. اتفقنا؟ احنا ده انا نفسي بستفيد من خبرتي حبيبتي يا مرام. طيب بصي يا ستي، اشهر الاصوات احنا كاخصائيين تخاطب مش بنقول حروف، احنا كاخصائيين تخاطب بنقول عليها اصوات، لان صوت الأ غير حرف الالف. بالنسبه لاخصائي التخاطب الحرف بالنسبه لي كلمه، يعني ان الالف أ واللا والفا. اما تاخر الاصوات او اللسغات او اللدغات بالنسبه للاطفال اشهرها هي لسغه الراء ولسغه السين وبعض الابدالات الاخرى زي صوت الكاف. بنبتدي نقول عليها لسغات بعد سن اكتمال اللغه يا مرام اللي قلنا عليه من 5 ل 6 سنوات، اما قبل كده بنقول تاخر لغوي ونبتدي نشتغل عليه. طيب امتى بقى بقول وبشخص ان هي لسغات؟ قلنا بعد سن 5 سنين. طب لو انا شفت طفل بيقول مثلا على الرمان لمان او بيقولها يمان اعمل ايه؟ في الحاله دي ببتدي ازود حاجه اسمها التمييز السمعي، ان ابني يقول لي عايز اتفرج على برنامج ساعه يزق اقول له لا اسمها ساعه رزق، وابتدي اظبط صوت الراء معاه. عايز يقول مرام فبيقولها ملام، هبتدي اقول له اسمها مرام مهما رام ويظبط اسم مرام. انا خايفه اشكر حضرتك. طيب هل في اسباب معينه ممكن يبقى فيها سبب تاخير نطق الاطفال؟ هل ليها سبب؟ اه طبعا ليها سبب. وفي اسباب في الاخطاء اللغويه دي؟ اه طبعا. بص يا مرام، عشان نتكلم على التأخر اللغوي، في عندي تأخر لغوي معلوم السبب وفي تأخر لغوي غير معلوم السبب. طب المعلوم السبب كل الإعاقات والاضطرابات يا مرام، يعني التوحد، الدون، الإعاقة الذهنية، صعوبات التعلم، الإعاقات البصرية، كل ديت بيحصل عندنا إيه؟ التأخر اللغوي أو اضطرابات النطق. وعندي نوع تاني غير معلوم السبب ودوت بنبتدي ما بيكونش فيه اي مشكله في الاعاقه العقليه او في الاضطرابات او حتى في اعضاء النطق. الطفل دوت بنبتدي نزود له المثيرات البيئيه، نزود له الاختلاط مع البيئه. سواء المعلوم السبب او غير المعلوم السبب بنبتدي الاول نظبط الاعاقه نفسها. لو انا عندي طفل داون او طفل توحد او صعوبات تعلم ببتدي اتعامل مع الاعاقه او مع الاضطراب، وبلس ان انا بدخل بقى بعض البرامج زي برنامج بيكس زي برنامج تنمية المهارات عشان ادعم بيها اللغة عنده. طيب عايزين نعرف بما ان حضرتك اتكلمت عن اللدغات، طب الشخص البالغ بقى، يعني حضرتك اتكلمت عن الشخص البالغ اللي بيبقى عنده لدغة في حرف معين، هل ينفع ان هو يصلحه وينطق طبيعي وهو كبير ولا خلاص بعد سن معين؟ انت كنت معايا امبارح في الجامعة. طيب
الشخص الكبير طبيعي جدا ممكن يكون عنده لسغات بحكم ان مامته ما خدتش بالها، بحكم ان مامته قالت بكره تتعدل، ودي غلطه بتقع فيها اغلب الامهات، تقول لك ان بعدين الصوت هيتعدل لوحده لما يكبر، اصل اخوه كان كده، اصل باباه كان كده، وبعدين يتعدل لوحده. هي مفيش حاجه اسمها كده. بس مفيش حاجه اسمها كده. احنا المفروض طالما عدينا سن 5 سنوات وعندنا لسغات او عندنا لدغات نبتدي نتعامل معاه. طب الشخص الكبير لو عنده لثه غرائيه او سينيه او حتى الكاف او حتى الشين، نقدر كويس جدا ان احنا نعدلها، بشرط حاجه واحده بس، ان انا اعلم الشخص الكبير او الشخص البالغ دوت مخرج الصوت الصح. وهنتعلم دلوقتي ازاي نخرج المخرج الصح. كل اللي احنا هنعمله هنحط همزه او هحط الف قبل الصوت. يعني لو عندي لثه غرائيه، وبالمناسبة يا مرام أنا كان عندي لثغة رائية أصلا، كنت بقولها ياء مضمومة، عشان أختي مثلا اسمها رشا كنت بقول رشا، وأخويا اسمه رأفت كنت بقول رأفت، فابتديت أعدلها يا مرام بإن هما يبتدوا، يعني أخواتي أخصائيين كمان من زمان جدا، فابتدوا يحطوا لي القلم الرصاص عادي خالص ويرفعوا لساني لفوق علشان أقول ر ر ر. فإيه اللي إحنا عملناه؟ اللي إحنا عملناه اللي كان عندي العضلة الخلفية من اللسان ضعيفة، فعملنا تمرين لصوت الراء فقويت عندي العضلة الخلفية، فابتدت الدنيا تبقى عندي أفضل. فالشخص الكبير كل اللي عليه يعمله إن هو يعرف العضلة اللي فيها مشكلة عنده ويبتدي يعدلها ويتدرب عليها. الراء من الأصوات اللي بتطلع من طرف اللسان، فببتدي أقول أر أر وأعمل تدريبات للسان وأرفع لساني لفوق، هتطلع صوت الراء أو السين أو أي صوت تاني. تمام، في نهاية فقرتنا أنا بشكر جدا الأستاذة شيماء سامي عبد الفتاح، أخصائي تخاطب وصعوبات وتعديل السلوك والتوحد والتأخر. أنا بشكر حضرتك جدا على المعلومات دي، وحقيقة احنا استفدنا جدا من خبرة حضرتك. أنا بشكر حضرتك يا أستاذة شيماء. أنا اللي بشكرك جدا يا مرام إن أنت أساسا استضفتيني، وأنا بالنسبة لي أنت تحدي. وأنا ذكرت إن التأخر اللغة ممكن يكون الإعاقة السمعية، أنا ممكن أغير كلامي عادي جدا لأن شايفة اللهم بارك لبقة وجميلة، وأنت إضافة لأي مكان تروحيه، وأنا اللي بشكرك يا مرام جدا وسعيدة بيكي. احنا اللي بنشكر حضرتك. احنا بنشكركم جدا مشاهدينا مشاهدي برنامج ساعة رزق. فقرتنا خلصت وللأسف حلقتنا كمان خلصت. الوقت الحلو دايما بيعدي بسرعة. بشكركم على حسن المتابعة. قبل ما نختم حابة أقول إن فريق برنامج ساعة رزق بيهنئ الزميل المذيع الزميل أستاذ أحمد إبراهيم بذكرى يوم ميلاده، كل سنة وهو طيب. احنا بنشكركم جدا، ويا رب دايما يرزق كل واحد بالرزق الجميل في برنامج ساعة رزق. وجمعة مباركة عليكم، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في حلقة جديدة مع ضيوف مميزين زي ما إحنا معودينكم. نشكركم جداً.